مساء الخير واهلا وسهلا بيكم ويوم جديد وحلقه جديده وبرنامج اخر موضه. النهارده في اخر موضه هيكون معانا فقره واحده وهتكون عن العنايه بالشعر. ضيفي هو هيكون دكتور عمرو قطب استشاري الجلديه والليزر وعضو الاكاديميه الامريكيه لامراض الجلديه. موضوعنا النهارده هيكون قوي جدا لان موضوع بتشتكي منه كل البنات والسيدات. موضوعنا هيكون عن تساقط الشعر. اسباب تساقط الشعر ايه وايه العلاجات اللي كانت موجوده؟ والنهارده هيقدم لكم حاجه جديده جدا والحلو فيها وتكنيك جديد لتساقط الشعر. الجميل اللي فيه ان احنا ممكن نستخدمه في البيت لان في ناس بتزهق منها تروح للدكتور رايح راجع رايح راجع. فلكل اصحاب الشعر بيتساقط بليز تابعوا الفقره دي اكيد هتستفيدوا قوي. تابعوني اكتر اكيد وشوفوا البروجرام تاني على www.aminashilbaya.net. ابعتوا لي كل الميلز على اخر موضة @aminashilbaya.net واكيد لو عندكم اي اسئلة كلموني في الحال على 23 صفرين. ورجعنا لكم تاني مع فقرة العناية بالشعر. زي ما قلت لكم في البداية موضوعنا النهاردة يهم كتير من البنات والسيدات. هنتكلم عن مشكلة تساقط الشعر ومشكلة دي قوية جدا في مصر وفي عالمنا العربي. هنتكلم على ايه الاسباب، ايه الوقاية، ازاي نعالج المشكلة دي لان المشكلة بتأزم كتير من البنات والسيدات. دي في هو دكتور عمرو قطب استشاري الجلدية والليزر وعضو الاكاديمية الامريكية لامراض الجلدية. مساء الخير واهلا بيك يا دكتور. مشكلة تساقط الشعر دي مشكلة مجننة كل البنات والسيدات. دكتور تقول لنا في البداية بس اسبابها سواء الداخلية او الخارجية ايه؟ احنا لو حبينا نقول ان تساقط الشعر بينقسم الى سببين رئيسيين، يا اما في مشكله عضويه عند الشخص يا اما مشكله موضعيه في فروه الراس او في بصيله الشعر نفسها. اوكي. الاسباب العضويه دي كثيره جدا، منها الانيميا، منها لو في مشكله في الغده الدرقيه، منها لو عندي اي مشكله عضويه داخليه مؤثره على ده زي تكيس في المبايض عند بعض البنات او خلل هرموني في هرمون الذكوره او هرمونات النساء بتسبب تساقط الشعر. دي بنعرفها بالتحاليل وبنعمل بعض الاشعاعات للمريض، لما بيعرفها بنعالج السبب الرئيسي ده العضوي. اشعاعات ايه يا دكتور؟ بنعمل اشعه على المبايض زي سونار على المبايض او بنشوف بيه شكل الرحم او لو في تكيس او في مشكله في الغده اللي فوق الكلويه اللي برضه بتطلع بعض الشيء من هرمون الذكوره اللي بيعمل مشاكل او صلع شبه الصلع الوراثي او تساقط الشعر عند بعض البنات. اوكي. نيجي للجزء الاخر اللي هو المشكله الموضعيه. لو في خلل او في مشكله موجوده عندي في بصيله الشعر نفسها او في فروه الراس، بعض الالتهابات، بعض الضعف في بصيله الشعر، بعض التليف اللي موجود في فروه الراس، ده بيسبب تساقط برضه للشعر وده محتاج ان انت تعالجه موضعيا او تعالج الموضع نفسه في مكان. يعني المشكله يا دكتور دلوقتي لما واحده شعرها بيتساقط كل الناس بتعمل ايه يا دكتور؟ اصلا شعري بيتساقط هجري على الشامبو ده، هاخد الفيتامين ده، الكلام ده غلط تماما. تمام تماما صح، لازم اعرف انا اكشف واعرف السبب. خلينا الاول نقول ايه هو التساقط او الرقم المظبوط. ممكن نقول ان احنا في الطبيعي يوميا بنوقع من 80 ل 100 شعره. طبعا مش كل يوم، ممكن ايام اوقع اقل من كده وايام اوقع اكتر من كده ساعه لما بكون في استحمام او في تسريح او في تصفيف للشعر. تمام. لو حاسس ان الموضوع بيزيد بصوره مطرده ازيد من الاول او حاسس ان شعري بدا يخف او يقل، ساعتها لازم ادور او ابحث عن السبب اللي موجود ده بالكشف طبعا والتحاليل عشان اقدر اعرف المشكله عندي فين بالظبط. مش كل اللي شعره بيقع عنده مشكله تساقط، ومش كل اللي شعره ما بيقعش خالص ما عندوش مشكله في فروه الراس. هي الموضوع محتاج ان انا بس اكون ملاحظ فروه راسي، ملاحظ الشكل العام للشعر عامل ازاي، هل بيخف او بيقل ولا لا. وفي نفس الوقت انا مع الوقت او مع المعامله اليوميه انا شايف الطبيعي بتاعي عامل ازاي، ولو اتغير عن الشكل الطبيعي هنا ممكن يبقى في ناقوس خطر او في تنبيه ان ممكن تكون في مشكله موجوده. لا انا ليه براجع كلامك يا دكتور؟ لان في طبعا انت عارف في ناس ستات كتير بتكلمني يومين المشكله دي قويه جدا، كل اللي بتقوله لي على التليفون لا لو سمحتي اديني شامبو، لا لو سمحتي اديني فيتامينز. فانا بس حابه انك توضح يا دكتور ان الموضوع مش كده، الموضوع هيتأزم معاها اكتر، الموضوع هيزيد معاها اكتر. يعني لو اهملته طبعا، لو اهملته وانها ما راحتش كشفت، لان ممكن يبقى عندك اي مشكله زي ما الدكتور قال وانت برضو قاعده بتغسلي شعرك بس بشامبو تساقط ومفيش اي نتائج بتحصل. هو كلام حضرتك مظبوط. حتى احنا كل المرضى السيدات اللي بيجوا لنا بنسمع الشكوى لو في حبوب في الوجه او اي حاجه، وببقى منتظر اخر الشكوى دايما وشعري بيقع. شعري بيقع ده على طول. ده على طول. دي الشكوى الرئيسيه لكل الناس. طيب ايه
ايه طرق العلاج اللي كانت موجوده او ما زالت موجوده يا دكتور؟ لان النهارده هنتكلم على التكنيك جديد، بس ايه الموجود طبعا زي ما اتكلمنا قبل كده احنا عندنا مشكلتين، يا مشكله عضويه يا مشكله موضعيه. يبقى الطريقه الاولانيه لو عندي مشكله عضويه موجوده عندي يبقى لازم اعالجها. لو عندي انيميا لازم اعالج الانيميا، لو عندي مشكله في الغده الدرقيه لازم اروح للدكتور بتاع الغدد يعالجها لي، في مشكله في التكيسات يبقى دكتور الغدد او دكتور الامراض النساء بيعالجها، يبقى انا عالجت السبب. دي اول حاجه. نيجي بقى للعلاج الموضعي نفسه للشعر اللي انا عايز ادور عليه، او هو ده اللي انا يعني بقول ده عند دكتور الجلديه او دكتور الشعر اللي بيعالج مشاكل الشعر. لو حبينا نقسمهم هما كانوا ثلاث طرق رئيسيه. الطريقه الاولانيه هي المالتي فيتامينز او الفيتامينات او الكبسولات اللي بتاخد بالفم اللي فيها يعني حاجات نشطه للشعر وحاجات بتساعد على هير جروث فاكتورز او عوامل لنمو الشعر. فدي اول حاجه، دي بتشمل الحاجات اللي بالفم عن طريق الدم بتوصل لبصيله الشعر. نيجي للاسلوب الثاني اللي هو الاشياء الموضعيه على الشعر، تشمل زي ما حضرتك قلتي الشامبو او اللوشن او السبراي او البلسم اللي موجود او الاكسلريتور او اللوش، يعني اي حاجه موضعيه سطحيه بحطها على شعري عشان خاطر اساعد بيها او استحس بيها بصيله الشعر. جينا للحاجه الثالثه الا وهي الحقن نفسه، سواء بحقن البي ار بي اللي هو البلازما الغنيه بالصفائح، او بحقن الميزوثيرابي للشعر اللي فيه برضو نفس الجروث فاكتورز او نفس الادويه او المواد الكيميائيه المظبوطه اللي بتساعد على نمو الشعر. ودول يا دكتور على حسب البيشنت، على حسب ما انت بتعمله التحاليل وتكشف تبدا تختار او يعني تشوف ايه الانسب من الطرق دي. ممكن يبقوا الثلاثه مع بعض. بالظبط، ممكن يبقوا الثلاثه بالظبط. طب ايه الجديد بقى يا دكتور؟ البيضه اللي شايفينها دي ايه ده بقى يا دكتور؟ الجديد في الشعر ان احنا اضفنا طريقه رابعه للعلاجات الموضعيه، حاجه اسمها الليزر هلمت او خوذة الليزر. دي عباره عن لو لايت ايميتنج دايود او ال ال اي دي او دايود ليزر او نوع من الليزر ضعيف الطاقه. ضعيف الطاقه، بيشتغل على ان هو بيعمل استحساس لبصيله الشعر. تنشيط لبصيلة الشعر. ويعني بيشتغل بطريقه ان هو الليزر. طب تعرفولنا كده يا دكتور؟ هو ببساطه ده يعني بينشط بصيلات الشعر. بينشط بصيلات الشعر. اوكي. دي الخوذه اللي المريض بيلبسها. اوكي. وبيحطها على دماغه لمده احنا بنحددها حسب البرنامج بتاعها. هي ليها اربع برامج، في برنامج الليزر بس لو احنا شغلناه هي بتطلع ضوء او طاقه ليزر. أوكي. بالمنظر ده، وفي برنامج الفايبريشن او النوع من المساج لفروه الراس عشان ينشط الدوره الدمويه في الفروه، زي ما الكفرات بيقعدوا يدلكولنا شعرنا عشان الدوره الدمويه تنشط. بالظبط. وفي البرنامج اللي جامع الاثنين مع بعض، وهنا ده الزرار ده زرار التايمر لو 18 دقيقه او 21 دقيقه. أو طب ال 18 21 ده بيبقى على حسب ايه؟ حسب المده اللي انا عايز استعملها. وطبعا دي زي ما قلنا هي مش بس تستخدم كعلاج، هي ممكن كمان ان انا استخدمها كوقايه بعد ما عالجت المشكله اللي عندي في شعري، ممكن استخدمها كنوع من الوقايه. طب يبقى بقلل المده. طيب خلينا نقف بوز كده يا دكتور، هنروح فاصل بسيط عشان توريهولنا عملي على الموديل اللي معانا، ايه رايك؟ تمام. ونتكلم ونكمل كلام يعني. نروح الفاصل ونرجع لك تاني على طول. رجعنا لكم تاني ومكملين مع دكتور عمرو قطب. دكتور قولنا ايه اللي بيحصل دلوقتي بقى؟ اللي بيحصل دلوقتي ان احنا خدنا الهلمت ولبسناها على الدماغ. لازم تكون البنز اللي موجوده ورا اللي احنا كنا وريناها قبل كده تكون كل السنون دي ملامسه لفروه الراس. اوكي. عشان دي اللي بتطلع الليزر. ممكن تولعه لنا برضو نشوف الليزر كده، اشعه الليزر. هي دي اللي بتطلع الليزر. الليزر ده هو الليزر الطاقه الضوئيه اللي بتعمل تنشيط لبصيلات الشعر. اوكي. احنا اول حاجه بنلبسها زي كان لابس خوذه موتوسيكل بالظبط. اوكي. وانا بيكون كل السنون اللي انا وريتها دي بتكون ملامسه لفروه الراس. اوكي. خلاص هي كده سات، وبعدين بشغلها. اوكي. بالتايمنج بتاعها وبتستمر. طب التايمنج ده بيبقى على حسب حسب الحاله؟
انا طبعا زي ما اتفقت الاول احنا كان بقى دلوقتي العلاج الموضعي بقى اربع حاجات الإراز بالفم حاجات موضعيه او الحقن او الليزر هلمة بالزبط. فطبعا انا بستخدم ايه، انا ممكن استخدم الاربع طرق مع بعض بالتوازي مع بعض. ساعتها انا بعدل الطريقه بتاعتي او بعدل اسلوب العلاج بتاعي حسب انا استخدمت ايه. طبعا هي موجود فيها ثلاث برامج 18 دقيقه 21 دقيقه 24 دقيقه حسب السيفيريتي او حسب الحاله مستعصيه قد ايه. رقم 2 انا بستعملها كم مره؟ على الاقل من 3 الى 4 مرات في الاسبوع. في الاسبوع تمام. المده قد ايه؟ اللي هي هير سايكل او دوره حياه شعر اللي هي بتكون من اول 12 لغايه 24 اسبوع. الشعر دايما دوره حياته من 4 الى 6 شهور. فانا دايما الهلمت بقول احسن بروجرام ليها ان احنا نقعد 24 اسبوع بناخد الهلمت على الاقل من 3 او 4 مرات في الاسبوع على التايمنج يكون 21 او 24 منت. طب دكتور هل انت ذكرت ان ممكن واحده تستخدم دي في البيت، يعني ممكن تاخدها وتروح طبعا بيها؟ طبعا هي معموله في الهوم يوز. الى جانب يا دكتور لو في معالجات مع الدكتور بتاخدها طبعا. يعني انت بتكتب لها روشته لازم تاخد الفيتامين دي ده، ودي هي تقدر تعمله في البيت، مش بالشرط انها لازم تروح للدكتور تعمل. بالظبط. هي فكره الهلمت ببساطه ان هي عباره عن ليزر بيرشط الشعر. ممكن تكوني حضرتك يعني خلصتي العلاج وخفيتي، فممكن تستعمل كوقايه. يعني هي اصلا هي ديزايند او هي مصممه فور هوم يوز للاستعمال المنزلي. طيب عايزه اقول لك حاجه تاني دكتور، دلوقتي مثلا انا الحمد لله شعري مش بيتساقط، لو انا عايزه اعمل وقايه احطه على الليزر والفايبريتر مع بعض ولا ليزر بس؟ طبعا الفايبريتر بيبقى ممتاز جدا عشان ده بيعمل تنشيط للدوره الدمويه بفروه الراس. الليزر بيعمل تنشيط للخلايا او لبصيله الشعر نفسها انها تنشط وتطلع مواد بنائيه لبناء بصيله الشعر وتضخيم الشعرايه. يبقى انا لما بعمل اتنين، بعمل تنشيط للدوره الدمويه مع البناء اللي بيعمله الليزر، يبقى انا استفدت الحاجتين. طبعا من افضل البرامج ان انا بعمل اتنين، تنشيط وليزر. انا بتكلم انها لو هوم يوز ممكن تستعمليها بصفه يوميه، هي ليس لها اي اضرار. وممكن اشتغل في البيت اعمل اي حاجه طبعا. وانا طب دكتور هل دي بتساعد على تطويل الشعر برضو؟ تطويل الشعر عايزين نقول ان تطويل الشعر دي قصه مختلفه تماما. الشعر يمكن بيطول كل شهر من نص سنتي الى سنتي. أوكي. وبالتالي اللي عايز يطول شعره محتاج ان هو ينتظر على الاقل 6 شهور الى سنه عشان الشعر يطول. في نفس الوقت ممنوع تماما ان انا اساوي اطرافه او اقص اطرافه المقصره. اوكي خلص. لكن هي مش ده مش هيطول الشعر، هي هي ولا لو هم هينشط البصيله شعر هيشط البصيله بالتبعيه. احنا بنتكلم دايما، احنا بنتكلم في اهم حاجتين اللي هو التساقط هيتوقف، ده رقم واحد. رقم اتنين الكثافه بتاعت الشعر هتزيد. رقم ثلاثة التطويل ده بتيجي بالتبعية مع الوقت. طيب بس حاجة زي كده يا دكتور ما ينفعش لو واحدة عندها صلع نسائي، لازم البصيلات تكون حية. بالظبط. لو البصيلة موجودة ولو حتى ضعيفة خالص أنا بقويها أو بقدر أوصلها إلى قوة معينة إنها تنشط تاني ويعيد الشعر كما كان مرة أخرى. لكن لو البصيلة غير موجودة فيها ضمور تام أو ذهبت تماما زي عند بعض الرجال اللي هو صلع الوراثي، لا ده بيعمل زرع للشعر لأن الشعرية اختفت، البصيلة نفسها اختفت من الوراثي. وده رجالة ستات طبعا. طبعا الرجالة كانوا يستخدموه أكتر من الستات. طب دكتور ما فيش أي مخاطر؟ يعني ممكن حد يبقى عنده حساسية تجاه الليزر أي حاجة؟ أصل ده لو ليفل ليزر يعني الطاقة الضوئية بتاعته ضعيفة قوي، فما فيش منه أي مشاكل. يمكن المشاكل اللي بنقابلها من الليزر العالي بتاع إزالة الشعر أو الصنفرة إنه ممكن يحصل بينه حرق أو احمرار أو التهابات بسيطة جدا، إنما ده ما فيش، ده طاقة ضوئية ضعيفة قوي. هي كل همها إنها تعمل حاجة اسمها بايو ستيميوليشن أو تنشيط للخلايا البيولوجي أو للخلايا الحيوية اللي موجودة في بصيلة الشعر. طب حاجة تانية يا دكتور، هي دلوقتي حطاه شعرها ناشف، ممكن تحط شعر ناشف مبلول مدهون حاجة؟ يفضل إن هو ما يكونش مبلول وناشف. ما مش ناشف قوي يعني، بس ما يكونش مبلول، ما يكونش الشعر لسه مغسول من الحمام واحطه عليها. طب وممكن تبقى دهناه حاجه؟ ما لو الاستخدام اليومي ايش اللي بيحطه كريم بتاع ولا مش مفضل؟ ما فيش مشكله ايه اللي موجود في الشعر، لان الليزر بيخترق اي حاجه اي ما كانت. هي اهم حاجه الوضع المظبوط اللي اتفقنا عليه، ان تبقى الهلمت نفسها ثابته او موجوده، ان تبقى نفس البروز الموجود اللي بيطلع الليزر لايت موجود ملامس الى فروه الراس نفسها. طب دلوقتي انتوا بتقول في بروجرام 18 22 والوات ايفر، افرض قعدت بيها نص ساعه هيحصل لي ايه؟ مش هيحصل حاجه، بس مش نص ساعه، هي اقصى حاجه 24 دقيقه. لو افرض قعدت بيها اليوم كله تاني. ولا حاجه خالص، مش اي مشكله، مش هتزود لي التنشيط اكتر؟ ممكن مش هتعمل حاجات اكتر. هي بس الفكره ان هي احنا محتاجين، يعني هو التنشيط مش بتاع مره، يعني هي الهلمت مش وان سيتنج، هي محتاجه تنشيط متواصل. فانا بتكلم ان انا بقول 24 اسبوع عشان برضو وقت الشخص، او يعني الناس ما تقدرش تجيلي كل وقت ده، فانا بقول 3 ل 4 مرات في الاسبوع. لكن عايزه كل يوم اوكي، عايزه كل يوم صبح وبالليل اتس اوكي، دي ما فيش منها اي ضرر خالص. طب دكتور عمرو مين تقول له لا؟
هل مثلا واحدة حامل عندها مشكلة يعني طبعا يعني لازم نتكلم ان في اثناء الحمل ما تعملش عليها دراسات وبالتالي احنا بنمنع اثناء الحمل انها تتاخد خالص تمام. انما لو واحدة لا تملك مشاكل هي ليس لها اي محاذير هي الميزة او الحاجة الجميلة اللي فيها انها لما تضافت الجزء الرابع للعلاج هي ما عليهاش اي محاذير. يمكن الحقن عليه بعض المحاذير الناس اللي عندهم التهابات فروة الراس ممكن الحقن يزودها بعض الادوية الموضوعية في بعض الادوية ممنوعة لاستعمال اثناء الحمل اقراص بالفم برضه في بعض الاقراص بديها وبعضها لا اثناء لو في حمل او لو في بعض الامراض معينه ممنوع فيها بعض الفيتامينات. انما دي ما فيش منها اي مشكله خالص هي عباره عن طاقه ضوئيه بتعمل تنشيط للبصيلات. ايه المحاذير اللي ممكن تكون موجوده عليها؟ ما فيش محاذير دي طاقه بنائيه. في سن معين يعني ممكن واحد عندها 15 سنه يكون حد كبير شويه يقدر يقعد مش هينفع الاطفال الصغيرين لا يعني مثلا 15 16 التين ما فيش اي مشكله اي ايج من اي مشكله. النتائج ممتازه الامانه يا دكتور بتظهر بعد قد ايه؟ يعني انا بتكلم زي ما قلت ان اول ما بستعملها خالص يمكن في اول 3 او 4 او 5 اسابيع بقدر اقول او بقدر الاقي يعني بعض الريسبونس ان ما فيش تساقط او التساقط قل بنسبه كبيره قوي حتى مع الكومبينج مع التسريح او مع الشاور او مع الحمام بيقل قوي التساقط. رقم 2 ابدا الاحظ نفس الكثافه ان فروه الراس ما بقتش شافه او بقت مليانه او بقى الشعر سمكه اتخن شويه دي بلاحظها بدا من اول 12 اسبوع ويمكن في دراسات معموله ان فعلا الدايمتر او الثيكنس بيزيد يمكن الضعف يمكن كان 0.04 مليمتر بقى 0.08 مليمتر بعد 24 اسبوع ومش مشكله هي مسيبه شعرها كل الفكره بس ان احنا بنشتغل على الفروه بالزبط. مش شعر مش لازم الم شعري واحطه جواها ولا لا هي اهم حاجه بس اللي باكد عليها تاني ان لازم يكون البروز اللي بيطلع منه الليزر اللي شرحناه وبناء قدام الكاميرا يكون ملامس لفروه الراس لان هو ده اللي بيطلع الليزر لايت اللي بيخترق ويوصل لبصيله الشعر. اخر سؤال يا دكتور لما انت قلت الحاجات او المشاكل اللي ممكن تبقى حاصله في الشعر حاجات التهاب في الفروه او حاجه لو حد عندها المشكله دي تقدر تستخدمه لو في التهاب في الفروه او اي حاجه لازم حاجات. نمشي الاثنين مع بعض نعالج الالتهاب بجانب استخدامه لان اللو ليفل ليزر برضو في يعني مواد محبطه للمواد الالتهابيه أوكي. هو بيحب المواد الجنائيه مش اي مشاكل بس لازم تعالج الالتهاب طب حابب تقول ايه في الاخر يا دكتور التكنولوجيا قاعده بتزيد وتزيد وتزيد حابب تقول ايه في الاخر حابب اقول ان دي اضافه جديده جميله جدا لا تتعارض مع العلاج الاخر وبالتالي هي اصبحت اضافه لينا شيء بيضيف لعلاجنا في نفس الوقت بقى يعني كل ما عالجتي باكتر من طريقه في نفس الوقت كل ما تسارعت النتائج او بقت افضل واحسن. رقم 3 انا بعد ما بعالج العلاج العادي عند الطبيب او عند الدكتور ممكن ان انا الليزر هلمت دي يا اما اجي بيها كنوع من انواع المتابعه او نوع من انواع الوقايه ان مثلا اقلل المده اخليها في الاسبوع مره في الاسبوع ممكن اخدها معايا فور هوم يوز لاستعمال للبيت وطبعا ده اسهل لكثير من الناس يمكن انا عندي كثير من المرضى عندهم ليزر هلمت وبيجوا يمكن يحقنوا مره كل اسبوع مره كل اسبوعين بحيث انها ماشيه بالاثنين مع بعض فهي في الاخر هي تقنيه جديده ولسه المستقبل جاي يمكن يظهر تقنيات ثانيه لا وكويس ان حاجات زي كده بتحصل لك لان ستات اوقات بتكسل بلس ان عايزه نتائج بسرعه بالزبط. يعني انا شعري عايزها بكره يبطل تساقط فلو في حاجات كثيره بسرعه ده عايزين نتك عليه تاني ليز الشعر ادوله فرصه ادوله فرصته يا جماعه الهير سايكل او دوره حياه الشعر يا جماعه من 4 إلى 6 شهور فبليز جيف ات تايم اديله بس وقت اديله وقت عشان الشعر يقدر ينمو وتشوف النتائج بنفسك اهو دكتور بجد بشكرك جدا جدا بشكرك بجد نورتيني بشكرك جدا يا دكتور ميرسي ميرسي للاسف وقت البروجرام خلص يا ريت النهارده تكون كل الفقرات عجبتكم مواعيد البروجرام كل يوم خميس الساعه 6 الاعاده الاولى يوم الخميس بالليل الساعه 1:30 بالليل والقعدة التانية يوم الجمعة الساعة 1:30 الظهر تابعوني أكتر أكيد وشوفوا البروجرام تاني على www.aminashilbaya.net بعتوا لي كل الميلز بتاعتكو واستفساراتكو أسئلتكو على آخر مودة @aminashilbaya.net وأكيد لو عندكو أي أسئلة كلموني في الحال على 23 0 باي باي وشوفكم الخميس اللي جاي عشقن بير إتشمال يناسنسيز بوكشان ويكو كيرمز